مجموعي كان 239. الحمد لله رب العالمين، هذا فضل ربنا أكرمني بهيك مجموعة اللي بعد تعب وجهد كتير يعني كبير صراحة، يعني أخذي بالأسباب كلها، بحاول قدر المستطاع أني ما أترك ولا سؤال ببالي، كله أسئلة لأسادستي أستفسر حول هذا الموضوع. بالنسبة لدراستي يعني كانت متفاوتة، أهم شيء أنه أنا ما كنت أراكم على حالي أبداً، يعني كان الأول شوي شوي مع الأساتذة مع تعليماتهم مع كل شيء يعني أخذ فيه، وفي بعض الأيام صرت أواجه فيها ضغوطات، فكان يلزم علي مثلاً السهر أو النوم لساعات قليلة، بس الحمد لله عدت هاي الفترة. وطبعاً الشعور ببداية السنة بيكون شعور الفرحة إنه هاي سنة شهادة، فلا بد من العمل من اجتهاد من هذو كل الأشياء. حلوة اللي اشتغلته إنه تجي بضل تجي ما تصحح أو تعمل والله أنا شو حليت أو ما حليت، لا خلاص تنسى إنه تأشي تقدم وخلص، تروح للمادة اللي بعدها مشان ما يكون عندها إذا في شيء أخطاء يهبط له معنوياتها بالمادة اللي بعدها. والحمد لله الله أكرمنا يعني وجابت العلامة يعني هي اللي متوقعتها، سبحان الله يعني كانت تقول والله لا بجوز ينقصني علامة، متأكدة إنه ناقص علامة بمادة العربي يعني متأكدة منها. نقوي نفسنا، نؤمن بربنا، نجتهد، نثابر للأمام، حتى لو فشلنا في مرحلة من المراحل اللي كنا عم نسير فيها، أو لنفترض أنه فشلنا في كل السنة فعادي بنرجع بنعيدها مرة تانية، فلأنه الفشل هو بداية النجاح وما لازم نفقد أمنا برب العالمين.